ساندويتش من صدور الفراخ مع شوية حبشتكنات، بيوري المايونيز مع ليمون المعصفر. ما عندنا صدر فرخة، طبعا ده ممكن يكون مسلوق وممكن يكون روستو، اوكي. ممكن يكون عندنا صدر باقي، اوكي، هناخده كده. ومعانا مايونيز ومعانا ليمون معصفر. الليمون المعصفر ده عباره عن يعني ليمون مخلل، بس هو بيتاخد بلانشيه الاول، بيسلق ربعات سلقه كده، اوكي، ويتحشي بالمخلوطه من الملح وحبه البركه والعصفر، اوكي، تحشي. وبعدين يتحط بقى في برطمانات ويتكبس، وتحط عليه شويه ايه، ميه وملح وعصير، شويه عصير ليمون ممكن، وشويه زيت على الوش كده. المهم قصه الايه، المخال اللي انتوا في الغالب عارفينها. ومعانا بيبي سبينش او سبانخ صغيره صغيره، ومعانا مايونيز، وده الليمون المضروب. احنا هنعمل ايه بقى مع المايونيز؟ لا، انا هعمل الحكايه دي تاني. هعمل ايه؟ هاخد الليمون كده الاول، وبعدين افتحه عشان لو في بذر اشيله. وريني بقى، ادي مثلا بذره مستخبيه، وادي واحده كمان، اوكي. اصبر، طبعا كل ده حقيقي ايه، هيتضرب في الكبه، فايتس اوكي انه نعمله كده، عشان كمان لو في اي بذره مستخبيه نطلعها، اوكي. ليه بقى؟ لانه طبعا لو البذرايه دي ضربت معاهم هتمرر، مش احلى حاجه، اوكي. اهي مستخبي، اوكي، وريني. اوكي، اتنين كفاية، اتنين كفاية. تعالوا بقى ايه نعمل كده. هنحط الكلام ده هكذا، ونحط لهم مثلا اوكي ومايونيز. شوية زيت زيتون، نونة، نونة نونة نونة. يلا فرجيني بقى. اوكي، يلا نبتدي نقطع الحدوته الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، السوى زياده عن اللزوم مش احلى حاجه يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفتح
اوكي هكذا. وناخد اللي احنا عملناه ده كده اهو، ونحط الفراخ. اوكي طيب، هنا بقى ما تحطوش كتير، هي بس ايه حاجه تمسك ال شو اسمه السبانخ. اوكي ونعمل كده. اوكي ونحط ده على ده.